قام في اليوم الثالث ورفع القربان المقدس هو دليل وإشارة على هذه القيامة.
اللهم يا أبا ربنا يسوع المسيح، يا من يمجد الكاروبيم ويسبح السارفيم ويبجل ألوف الألوف وربوات ربوات من الأجناد الناطقة، يا من تقدس وتكمل القرابي والأثمار التي ترفع إليك عرفا طيبا، قدسنا نفسا وجسما وروحا لكي ندعوك بقلب نقي ووجه طليق. يا أيها الإله الآب السماوي ونصلي قائلين بارخ مور عبد بشمايو نسكا السلام لجميعكم. من قدوم نسيبو درز غليين قبل تناول هذه الأسرار والإلهية التي قدمت، فلنحني رؤوسنا أمام الرب الرحيم. أجل أمامك يا ربنا وإلهنا. بارك مور كرتان بارك يا رب عبيدك الساجدين لك المنتظرين تناول جسد ابنك الوحيد ودمه. فنسعد لك المجد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين.
الخبز المقدس جسد الرب والكأس المباركة دم الرب. بشكل صليب فوق المائدة المقدسة. هذا بقري شامان مبلغ المبحلولين هذا بقري شامان تفرق الحاشية قيل ذقنومين هذا شامل دي دوا مروشة مليون أدوى دومي نيوش بيت مريم بلا من عالم وعلا من عالم عالمين آمين. إذن نتابع معا أيها الإخوة الأحباء مراسم القداس الإلهي تنصيب قداسة البطرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بحضور حشود كبيرة كنسية ورسمية بحضور صاحب الغبطة بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية يوسف الثالث يونان وحضور ممثل قداسة البطريرك البابا تيودوروس الثاني نيافة الأنبا بشوي. الآن تبدأ رتبة زياح الصليب المقدس بمناسبة عيد صعود الرب اليوم اليوم الأربعين بعد قيامة الرب هو عيد صعود الرب وفي هذا العيد المقدس وهو عيد سيدي